منعزل من الشرق الكبير، باعدت بينه وبين المدينة الصاخبة صحراء جرداء مهلكة. كان القوم يعيشون فيه في أمن ورضا، يحدوهم إيمان بالله عميق وتمسك بمبادئ الدين والخلق الكريم. ظلوا على حالهم هذا إلى أن أتى ذلك اليوم الذي اقتحم الأجنبي أرضهم بوسائله الملتوية لتحقيق مطامعه المادية ومآربه الاستعمارية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى الضالين يا رب. صباح الخير يا ستي. ايه تفل الشر؟ مالك يا ستي؟ ولا حاجة، ما جاليش نوم يا مرجان. بكرة يرجع بالسلامة تنامي وتتبسطي. ربنا يسمع منك. شيخ الجبل، الله أكبر. يا إلهي شيخ الجبل، شيخ الجبل هنا، شيخ الجبل رمز الشرق الخالد، قاهر الزمن وراك هنا. بشرى بشرى بشرى. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا حبيبتي. اهلا اهلا. ايه
الله يطول عمرك. وصلهم بالسلامة يا بنتي. الحمد لله. بشرى 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 وصل الرب ولاد الكرب. بشرى 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 وصل الرب ولاد الكرب. بشرى 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 وعد صدقه امل حقه رزق رزق. بشرى 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 وصل الركب زاد الكرب. بشرى 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 فتح النصر ذهب العسر ولا اليسر. بشرى 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 وصل الركب زاد الكرب. بشرى 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 ضحك فرح لعب مرح هيا انشرحوا. بشرى 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 وصل الركب زاد الكرب. بشرى 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 طارق طارق انا وراهم الزمن طويل. اهلا ومرحبا بابنائنا، تحية منا وشكرا جميلا. هذه قبلة السلام وأقلدك هذا تقديرا منا وعرفانا. وهذه من خد من عبد الله واتكل على الله. اللهم صل على النبي زي القمر. حبيبتي ألف حمد لله على سلامتك يا طارق. الحي ينور. بنور بوجودك يا روحي. مع السلامة. مساء الخير يا أختي. يسعد مساك يا أخويا. الشباب الشباب. اتفضل يا خالي. طلق ناري؟ غريبة. ده من ورا الجبل. روح شوف الخبر يا طارق. اتفضل يا اخوي. انت روح من هنا وانت تعالى معايا. دول قاطعين النفس لازم نسحبهم. يلا صفر الوجوه عليهم مسح الخيانة بادية. بيني وبينهم دائما رب السماء العالية. خير يا ابني. جماعة أغراب. أغراب هنا؟ عجيب. أظنهم ضلوا الطريق. أول مرة يصل فيها ناس أغراب هنا. وفي صحراء مهلكة يبقى أغرب. أصبح مفيش أمان أبدا. نراهم حالا. دي حالتهم سيئة يا خالي. كده؟ إذا أسعفوهم وبكرة إن شاء الله ننصر في أمرهم. وهو كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيد اتفضلوا. أنا جيت أعتذر عشان ما قدرتش أشارككم في فرح إمبارح. معلش ولو أننا كنا نود لو كنت موجود معنا. خليهم يدخلوا. أمال فين زميلكم التالت؟ تعبان. احنا نحب نشكركم على مروءتكم. لا شكر على واجب. قولوا لي انتوا جيتوا ازاي؟ بالصدفة ضلينا الطريق. تمام تمام.
وناويين ترجعوا على طول؟ طبعا ضروري، بس بعد ما يسترد زميلنا صحته. حسن، اكرموا مثواهم. شكرا شكرا. هل يأذن للشيخ ان اقوم بنصيبي في ضيافتهم؟ وهل ينقصهم شيء هنا؟ هنا او عندي سيان، اليسوا ضيوفنا جميعا؟ ما دامت هذه رغبتك فلا بأس. شكرا شكرا يا شيخ، تفضلوا. ايه غرضه؟ يعني ما انتش عارف يا زيد، الغرور وجنون العظمة. تفضل تفضل. ان شاء الله تكونوا مرتاحين. مفيش ابدع من كده، ده كرم عظماء. الحقيقة انت اتخلقت للامارة. الامارة؟ الامارة كأننا في حلم، كل شيء هنا جميل، اخلاقكم ارضكم. انتوا ما شفتوش حاجة لسه. انت بتشوقنا لاننا بنحب كل شيء جميل. يا ريت تسمح ظروفنا. هتشوفوا كل شيء. لازم ننتهي الليلة. كل شيء جاهز. ادخل. العشاء جاهز. يا ابني تعبت نفسك وتعبتنا معاك. كلكم ما تفكروش الا نفسكم. روق دمك. معلش. الله هو اكبر. بلاش العصبية دي. اوه ايه ده؟ سيبيني لوحدي. الله. بلاش العصبية دي. قلت لك سيبيني سيبيني لوحدي. ربنا يشفيه. سيدك ماله؟ من يوم الشيخ فاضل ما خد الرئاسة وجوه كده. طب وده يزعله ليه؟ الرئاسة يا عم. الرئاسة الشيخ فاضل خدها وطارق بقى الفارس الأول، وإحنا راحت علينا. إحنا عايشين هنا ببساطة صحيح، وراضيين بيها. محدش يقدر يقول العكس، بس المدنية اتقدمت كتير. مصانع وآلات وأنوار وفنون. لو سمحت لك الظروف وجيت تزور بلادنا هتشوف حاجة تانية خالص. لو على كل حال احنا هنا احسن من غيرنا بكتير. ابعت الرسالة دي. ذهب كتير جدا، كسبنا احد الزعماء الساخطين، وسنجتهد في احضاره معنا. هيئوا له كل وسائل الاغراء، واعدوا كل شيء للوصول الى هنا باسرع ما يمكن قبل ان تتسرب الاخبار ويسبقنا غيرنا. ونستأذن للسفر. يا ريتك تكون اقتنعت وتيجي معانا وتزور بلادنا، وكمان تدينا فرصة علشان نقدم شكرنا. والله انا نرجوك ما تكسفناش. مع السلامة. الله يسلمك.
نهارك سعيد يا جناب المدير. نهارك سعيد. جناب المدير العام الشيخ يزيد. انت شربتنا. تفضل تفضل تريح. احنا شاكرين لك افضالك العظيمة. انا ما عملتش شيء يذكر. بالعكس انت عملت اكتر من اللازم. واحنا معتزين بصداقتك. وانا كمان. احنا نحب نرد لك الجميل. سيجار. أرجوك باسم الشركة تقبل ضيافتنا مدة إقامتك هنا وتعتبر نفسك واحد مننا. أيوة بس لازم أرجع بسرعة. مش معقول. أنت لازم تستريح أولا وبعدين بعد ما تستريح تاخد فكرة عن المدنية في البلاد دي. والله مادام دي رغبتكم أنا ما عنديش مانع. برافو برافو. أتشكر. اتفضل. انتوا غمرتوني. ده اقل من الواجب. تصور ان البلاد دي كانت زي بلادكم تمام. شوف دلوقتي بقت ايه. مش معقول. ما تنساش اننا نملك المال والعلم يعني كل القوة. نقدر نعمل المستحيل. يا سلام. لو حبيت اتعاون معانا هتشوف ازاي احنا ممكن نقدر ننقلكم من دنيا لدنيا. ده شيء مغري قوي. انت بتتكلم جد؟ بكل تأكيد. نقدر نجرب. طب اذا كنتوا بتتكلموا جد فانا وما املك تحت تصرفكم. كلام عال. واحنا كمان تحت تصرفكم. اتفقنا؟ اتفقنا. يخسى عليك. مسافر وسايبني. انا زعلانه. ما تزعليش يا حبيبتي. انا ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. خدني معك. يا ريت اقدر يا زازه. لازم اعمل ترتيبي. صحيح. تعال. بشرفي. وده علشان تفتكريني.
حاجة؟ ادي عينة بسيطة من الاختراعات اللي شفتها هناك. يا سلام. امال ايه؟ انتوا فاكرين اننا عايشين هنا؟ لو شفتوا الجمال والابداع. يا بختك يا بختك. من عارف يمكن تجيلكوا الفرصة وتسافروا انتوا كمان. اطغاث واحلام. لا يا سيدي، هنا ولدنا وهنا نعيش وهنا هنموت. لانكم عايزين كده، وطول ما انتوا ماشيين ورا الشيخ فاضل مش هتتقدموا ابدا. ادي بقى المعجزة الكبرى. أما عجيبة حقيقة الإنسان جبار. يا سلام، الحديد نطق. صبحنا يا جميل الله استفتحنا، قرب يا مادي حبيبك تفتحنا اهو وبلغنا. ولا حد يهادي اللحن.
درست العلوم وقلبك خال من الحب الإلهي فهي شر مستطيع ينتشر من لهبها الظلام الدامس في البحر والبر وتدك الجبال والسهول. خير؟ خاف لما رأت عيني مثلها. ما ستقول؟ عجيب عجيب عجيب. انتهى الدرس، اذهب فورا وادعو اصحابي الى المجلس وانا ذاهب في انتظارهم. اعوذ بالله، نفس السحن الصفراء. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نزل بأرضنا اليوم أغراب كثير عددهم وعتاده. كل من ينزل أرضنا له عندنا داس. هذا حق، لكني ما أحسب هؤلاء القوم عابري سبيل ولا طالبي ذات. ولماذا نتعجل الحكم؟ من الخير أن ننتظر حتى نعرف نواياهم. وهل تظنوا أنهم سيكشفون لكم عن نواياهم؟ أرى أن نأخذ الحذر. الحق ما قال طارق، وإني أرى هؤلاء القوم قد اقتحموا أرضنا بغير إذن ولم يرعوا واجبات الضيافة وآدابي. استأذن لنا الشيخ في الدخول. رب الباب. حسن، فليدخلوا. أصدقاء. ونحن نرحب بكل صديق. اسمحوا لي أقدم لكم نفسي، فان فلات، عالم في الآثار ورئيس البعثة. زميلي دكتور بلوت. تشرفنا. احنا علماء، قصدنا هنا اجراء بعض الابحاث العلمية، وانا جاي استأذن في الاقامة هنا مدة هذه الابحاث. تستأذنوننا بعد ان دخلتم ارضنا؟ احنا متأسفين جدا. لا بأس. وما نوع هذه الابحاث؟ مهمتنا نشر المعرفة. وهل نشرتموها في كل مكان ولم يبقى إلا هذا الركن المنعزل؟ بالعكس، احنا جايين نتعلم منكم ونقتبس من حضارتكم القديمة. علشان كده جينا نكشف عن آثاركم ونعرف العالم أمجادكم. وما الأمجاد؟ كل ما يهمنا هو أن نحافظ على ما حبان الله به من نعمته وأن نوفي دينه بالعمل الصالح. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نساعد في كل عمل أساس الخير. إذا كان هدفكم هو خدمة إنسانية كما تقولون فعلى الرحب والسعة. بالطبع، لا هدف لنا إلا الخير. إذن لكم ما شئتم، على شرط أن تحترموا تقاليدنا وتخضعوا لقوانيننا. هذا عهد. إن العهد كان مسؤولا. وتأكيدا لصداقتنا أرجو أن تقبلوا هذه الهدية المتواضعة. ونحن نقبل هديتكم شاكرين، وسنحتفظ بها ما دمتم للعهد حافظين. عندنا ليك مفاجأة يا شيخ يزيد. سارة دلوقتي تشوف. Thank you.
ده يزيد يا خالي. ماله؟ تمادى في طيشه والآن يشرب الخمر علنا. يزيد، إني والله أرصي له، إن في قلبه مرض يا بني، وأطماعه تعمي بصيرته وتضله سواء السبيل. ليت في مقدوري هدايته. أتتركه في ضلال يا خالي فيكون قدوة سيئة؟ إني أخاف أن يقلده غيره فتكون فتنة. لا تخف يا بني ولا تخشى شيئا، فالأمة بخير لأن فيها إيمان ويقين، ولئن قلده البعض فإنما يكونون على شاكلته، ضعيف النفوس فاقد الإيمان. دعه يا طارق، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وإني لست غافلا. أمرك يا خير. إقامة مؤقتة وناويين يبلطوا هنا. بسيطة، نمشيهم احنا. أنا مش مرتاح يا خالي، وده مش شعوري وحدي. ليه يا طارق؟ لأننا نرى ونسمع. فتحوا الطريق وبدأ السيل يجرفني. يا طارق يا ابني، إني مثلكم أرى وأسمع، ولكن السنين علمتني ألا أتعجل الأمور. ألا ترى يا خالي أن نحزم الأمر من الآن؟ إننا قطعنا على نفسنا عهدا، فلننتظر يا بني حتى تتكشف الأمور ويقضي الله أمرا كان مفعولا. صباح الخير. مساء الصباح. امال فين جوزك؟ بيشتغل هناك. وهنا الشغل الجديد بيجيب مكسب اكتر. انت امسي جديد. انت جديد. انت كويس. انت جميلة. انت دي. انت دي.
انت يا حلوه يا شطره، اوعي تقبلي هدايا الا من عمك بشير. عاليه يا روحي، بتفكر فين؟ في الاغراب، في المستقبل. حتى وانا جنبك دي نظره منك تنسيني كل شيء. سكوتك بيموتني يا طارق. اعمل ايه؟ ابوك يا عليا هو السبب. ابويا؟ ايوه، طمع الاغراب فينا. مش ممكن اسكت بعد كده. اصبر يا حبيبي، ما تتسرعش. ابويا يخاف على مصلحه البلد اكتر من اي واحد. اضحك اضحك. ايوه كده. انت حياتي. انا شايف الشيخ راضي عنكم. دي اصول الشغل. احنا دخلنا في الجد وعاوزين همتك. انا دايما مستعد. الحاجات دي مطلوبه بسرعه. وده علشان تسهيل المهمة. طبعا تتصرف فيه زي ما انت عاوز. قلبي ومالي ليك يا روحي. المدير قال لي انه مبسوط كتير منك، من غيرك مش ممكن شرول كويس. انا بعمل دايما اللي فيه الصالح. انت لازم تكون الشير الكبير. على اذنك يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلوا سريعا. اتفضلوا. أصدقائنا العلماء مسرورين بتعاوننا معاهم وعاوزين يبدأوا مرحلة تانية وطلبوا مساعدتنا وكلفوني أشكركم وكفاكم. وأدي دفعة على الحساب. دي الفرصة اللي قلت لكم عليها. الثراء، العز، القوة. يا يزيد أنت بتكبر في عينينا كل يوم. لو مشيتوا معايا لآخر الشوط هتشوفوا العجب. يا يزيد أنت مثال المروءة والشهامة. البلد هتخرب ما دام الجماعه اياهم بيقبضوا. خربت عمره، ايه اللي هنقدر نعمله؟ كل شيء له اخر. لم تخطئ فراستك يا شيخ، فالتنقيب عن الآثار وخدمة الإنسانية يخفون وراءها مطامعهم المادية، وهذا هو الدليل. الذهب، هذا ما يسعون وراءه ليجعلوا منه قيودا للضعفاء. المادة يا شيخ، كفانا الله شر المادة. نحمد الله أننا لم نتلوث بها بعد. إنه الصراع بين المبدأين، وإن لنا من مبادئنا القويمة ما يعصمنا من الوقوع في شرها. اسم الشيخ 3 3 4 6 6 8. فين عليك يا شاطر الصورة؟ فين الصورة؟ فين الصورة عليك؟ ارمي يا راجل. بلاش علشان خاطري، ولادك أولى. امشي من هنا يا راجل، مجنون انت. امشي انت، خروجه من ارضنا يا حراميه يا خطابين يا نور. احنا حراميه وخطابين يا نور. دي الحراميه من هنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. الحقني يا طارق. مالك يا بشير؟ اللصوص ضربوني اللصوص. اظن مش ممكن نسكت بعد كده. يلا بينا. يا حبيبي يا حبيبي.
باب الوصول. اللي فيها الوصول يا لص. ايوه راجع لها الفلوس تعالى. كده عاش السن. العرق ممتد في الارض المزروعه. ايه العمل؟ يبقى لازم نستولى على الارض باي طريقه. وعندنا المال. الفلوس مش كفايه. لازم الشيخ يزيد يساعدنا. في هم. عاوزين همتك. لازم نمتد في الارض المزروعه. الارض المزروعه؟ لكن دي مساله مش سهله. امال احنا بنلجأ لك ليه؟ انت حلال العقد. انت عارف ان الشيخ محافظ وهو كمان ما يملكش اخذ قرار لوحده في موضوع زي ده. ولازم موافقه الاغلبيه. تبقى اتحلت. ازاي؟ الفلوس اتعملت ليه؟ مش في معاك ناس؟ وممكن تكسب غيرهم؟ فهمت غرضك. بس دي مسألة محتاجة لتعب كبير وترتيب. مستعدين لطلباتك. وما تنساش إننا بنعمل كل شيء لتحقيق أملك في الرئاسة. الرئاسة؟ اعتمد عليا. المسألة واضحة. هناخد الفلوس وبعدين الأرض ترجع لنا وبعدين الحب. أظن تبقى صفقة عظيمة. وإيه الضمان؟ دول ناس كلمتهم واحدة. إيه موافقين قوي. هناك رغبات جديدة للضيوف وقد جاء مندوبهم ليعرضها عليكم. أنتم طبعا لمستم المجهود الضخم اللي بنبذله في سبيل إنجاز مهمتنا الإنسانية. يعني بالعربي عاوزين تضعوا إيديكم على هذه الأرض. لا بردون، مش وضع يد، انما استعارة مؤقتة لغاية ما ينتهي العمل. واثناء هذه الاستعارة المؤقتة طبعا سوف لا تزرع الارض ويتركها المزارعون. بالطبع. يعني عايزين تستعيروا الارض وتخرجوا المزارعين منها بدون مقابل. مين قال كده؟ احنا هندفع وهندفع بسخاء وهنوجد شغل للمزارعين كمان. اذا كان الامر كذلك فلا مانع عندنا. لا مانع عندك انت. ان الارض التي تريدون استعارتها تطعم الاف النفوس، فان فقدوها من اين ياكلون؟ وكل شيء هنا بمقدار. امر سهل، بالمال اشتروا الطعام، اشتروا كل شيء، واحنا نتعهد لكم بتوفير المواد الغذائيه. لقد عرفنا قيمه وعودكم، فإن ما تعطونه للعمال المساكين باليمين تأخذونه بالشمال وبالربا الفاحش، لأنكم تأخذون فوقه الصحة والأخلاق. أما أن نشتري الطعام بالمال فهذا معناه أنك تريد أن نعيش عالة على غيرنا. إن هذا رزق يأتينا ولا ضرر من أن نعطي ونأخذ. وما أغنانا عن كل هذا؟ الأرض ملكنا ولا نحتاج لغيرنا. اسمع يا شيخ، إن السمكة تتهم الطعم وهي تعتقد إنه رزق، وما يكاد يبلغ فاها حتى تجد الموت وراءه. والله إنكم تفكرون بعقول السمك. السمك أيرضيك هذا يا شيخ؟ أظنكم الآن فهمتم الأمر على حقيقته. فهل يريد أحدكم الكلام؟ لما لا نأخذ الرأي؟ ليكن. من كان منكم موافق على الاستعارة فليتكلم. الويل للخوارق! الويل للخوارق! الويل للخوارق! إنه الرفض! ده تعصب ورجعية! انتهت الجلسة. يزيد انتظر. متعصبون ورجعيون. متعصبون لأننا نحافظ على تراث آبائنا وعلى مبادئنا السامية، ورجعيون لأننا لا نساير ما يجري بجانبنا من فحش وفجور. قالوا إنهم أتوا باسم العلم، فهل لم نكرم وفادتهم ونقدم لهم المعونة باسم العلم والإنسانية؟ تعاملت معهم، فهل منعناك من ذلك؟ لقد عاملونا بكل شرف. وإذا ثبت لك أنهم مخادعون مضللون. مستحيل. حسن، اجلس، سأقدم لك البرهان.
ما هذا؟ لأمري إنه التمر، الذهب. هذا ما يسعون إليه. هل اقتنعت الآن؟ إنهم يستنزفون دم أبنائنا ليثروا على حسابنا، وسيان عندهم هلكنا أو بقينا. ما الأندال لقد خدعونا. معذرة يا شيخ إن كنت قد أسأت الظن بك. فلما امتصوا امشي ماشي رموه. زادة زادة تنزل. ايه مالك؟ كفلنا الشر. عايز زادة حالا. ايه في ايه؟ حتى انت بتغشيني؟ انا ابدا يا شري. شري انتم عصابة لصوص. ظلمة ظلمة. اخلصي سر ذهب. ذهب ايه؟ ظلمة ظلمة. حرام عليك حرام عليك. دي وليا. هدي اعصابك يا سيدي. الامور بتصير من سيء الى اسوء. الطريقه اللي بتستعملوها دي مش طريقه صح. كان ممكن جدا لو استعملتم الامانه والصراحه تكسبوا الناس دول. واسمح لي اقول لك انك انت بالذات المسؤول عن كل ده. كفايه ده مش شغلك. زاده ايه في ايه يا زيد؟ فهم الذهب. معلش هدي اعصابك. من فضلك شوف زاده. المدير هنا؟ في كل شيء حدود حتى للغش. انا جيت اصفي حسابي معاكم. اتفضل ريح اعصابك عشان نقدر نتفاهم. مش عايز اتفاهم. امال جاي ليه؟ انا جاي للذهب. فهمت؟ الذهب الذهب الذهب. كنت فاهم انك قدرت تقنع الشيخ وفزت بالاغلبيه. معلش اتفضل اقعد ريح اعصابك. اسمع يا شيخ يزيد، احنا صحيح اخفينا عليك حكاية الذهب لانها ما تمتش. افرض ان التحاليل اثبتت ان نسبة الذهب بسيطة ما تغطيش تكاليفها، او ما لقيناش ذهب في الارض الزراعية، يكون العمل ايه؟ احنا مش اتفقنا اننا نكون على الخير والشر سوا؟ هثبت لك ان كل كلامي صحيح. باين عليك مش فاهم. ده تصميم الدينار اليزيدي عشان لما تحكم يكون لك عملة خاصة. ادي اللي احنا بنعمله علشانك يا شيخ يزيد. هيكون لك نصيب وافر من الذهب. ده غير المركز الادبي، لان الشعب هيعترف بيك كزعيم لما يعرف انك انت سبب تمدنه وغناه. ها ايه الاخبار؟ رجع لهم تاني وعادت المياه الى مجاريها. يا للأسف. على كل حال لقد خلصت ضميري وأصبحت في حل من أن نسلك الطريق الذي رسمناه. اذهب يا طارق وبلغهم ما اعتزمنا عليه. أمرك يا خالي. جاي أبلغك رسمي أنه من النهاردة ما فيش عهد بيننا وبنمهلك شهر. مش فاهم. يعني لازم ترحلوا في مدة 30 يوم. فهمت، لكن المسألة تحتاج لتفاهم مع سيادة الشيخ، وأظنه ما يبخلش علينا. هبلغه رغبتكم على كل حال. خالد، بلغتهم القرار وطلب مني المدير مقابلتكم. مقابلتي؟ إني أشعر يا ولدي أن الأمور لن تسير سهلة لجنة. فبريق الذهب يعمي البصائر، وأظن أننا مقدمون على شدة. إن لها يا خالي، وليكن ما يكون. إني فخور بك يا طارق، لقد اجتزت التجربة الأولى بنجاح، فمنذ ارتضيتك زوجا لابنتي وأنا أختبرك، وما عليك الآن إلا أن تجتاز التجربة الثانية. عاوزين نفرح بيكم يا أولادي. نادي ستك عليا. سيدي الشيخ عايز ست علي. طيب جاية حالا.
ابوي. مبروك يا ولادي، مبروك. خليك مع المدير، بكره الكل يبوسوا ايدك. اسمع كلام زازا. يا سلام عليك يا شيخ يزيد، اللي عاجبني فيك انك بتفهمها وهي طايره. العقد جاهز؟ طبعا طبعا، اتفضل اتفضل. الامضة الشريفة هنا. مبروك، دلوقتي نقدر نشتغل بكل ارتياح. وانا كمان. بنفسي وليا معاهم كلام. لا ما تروحش انت، والناس غدارين، الشيخ يروح لهم بنفسه. اهنيكم على تلك الدماء المراقة باسم العلم والانسانية، واهنيكم ايضا على احترامكم للعهود. عاوز تقول اننا ما احترمناش عهودنا؟ احترمتوها جدا. احنا بندافع عن نفسنا وعن حقوقنا. اي حقوق؟ العهود دي احنا دفعنا ثمنها. اعلم ان هذه ارض الجميع، ولا يملك احد حق التصرف فيها، وهذا هو اخر من يملك هذا الحق. ما هذا الكلام؟
أنا لا حق لي. إني صاحب الحق الشرعي، والكلمة من اليوم كلمتي، والأرض دي أرضي أنا. إذا كانت أرضك حقا فدافع عنها بدون ما تحتمي برصاص هؤلاء. إنني جئت أطالبكم بدم رجالي وبرد أرضنا ثم انسحابكم. فإن لم تفعلوا فلن يرحمنا شيء، سنأخذ حقنا بأيدينا، وإن قدر لنا أن نموت فلن نموت راكعين. أنا عرفتكم الحقيقة، اعتبروني مش منكم. نحن شاكرون ومقدرون موقفك الإنسان النبيل. شتان بينك وبينهم. أرجوكم ما تعتقدوش أن كل أبناء جنسي على شاكلة هؤلاء المغامرين الجشعين. دول وأمثالهم سبب كل البلاوي حتى في بلادهم. أشهدك أننا ما اعتدينا، ولئن صبرنا عليهم فما ذلك لجبننا، بل لنلزمهم الحجة أولا ولأكشف عن خبايا نفوسهم. وأنا أشهد أنكم برهنتم على قوتكم وعلى سمو مبادئكم. إننا نستمد قوتنا من الروح قبل كل شيء، والتي لا يعترف بها أصحاب المبدأ المادي للأسف. ده صحيح، لأنهم ما بيعترفوش إلا بالواقع الملموس، وكل ما عدا ذلك في نظرهم يدخل في نطاق الخيال. وهذا خطأهم الكبير. إن الحياة ليست مادة فحسب، إنما هي روح وخيال أيضا. إنهم يتناسون أن امتلاء كل مكان بقوة مسيرة ورونق باهر هو الجوهر والحقيقة. هذه أشياء لا نراها، ولكن نحسها بقلوبنا ووجداننا، وهي التي أشعلت فينا نور الإيمان واليقين. ومع هذا فالواقعية مبدأ معترف به. إن الواقعية وحدها أضيق من أن تتسع لحياة إنسانية كاملة. وجميع الأنبياء وكلهم من الشرق نادوا بهذه الحقيقة، فقدموا للناس عالما آخر غير عالم الأرض المادي وعالم السماء، فيه عاش ملايين المحرومين ورضوا بقسطهم في الحياة الدنيا. يقولون إنه رضا العجز، بل هو الإيمان بالله والعقيدة بكتبه السماوية ووعده الحق. إن بعض الفلاسفة المحدثين عملوا أيضا على تحقيق هذا الوعد الحق، ولكن معجلا لا مؤجلا. إنهم لم يفلحوا لأنهم قسموا الأرض وحدها بين الناس وأخرجوا السماء من الحساب، ففتحوا للمادية المدمرة الأبواب، وأمسك الناس بعضهم برقاب بعض لأن كلا يريد نصيبه العالي. إن المادية لا تقوم على محبة الناس بعضهم لبعض، ولا تبشر الفقراء بمملكة في السماء، ولا تحطهم على إعطاء مال قيصر لقيصر ومال الله لله، بل بإغرائهم بمملكة تقوم على أنقاض مملكة، وطبقة تقوم على أشلاء طبقة، وتحطهم على الهجوم على قيصر وما لقيصر وما لله أيضا. وهذه هي المأساة. الآن أدركت سر مصدر قوتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئنا نجدد البيعة ونضع أنفسنا وكل ما نملك تحت أمرك فداء لأرضنا ووطننا. بورك فيكم يا إخواني، وأود أن تعلموا أن الجهاد سيكون شاقا، والحكمة تقضي أن لا ندخل المعركة إلا ونحن كامل العدة. وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. فلنختزن مؤننا، ولنقوي عتادنا، ولننظم صفوفنا، ولنقسم أن نتحد وأن نكون رجلا واحدا في السراء والضراء. نقسم. Thank you.
أرضك احمي بلادك، أرضك ورثك عن أجدادك، اتعب اعرق احفظ زادك، أهو لبلادك ولأولادك، خزن موّن، خزن موّن، الله يهون، الله يهون. لا اوعى السكرة، احسن ترجع تلقى ما تكره، روح السكرة تيجي الفكرة، خزن موّن، خزن موّن، الله يهون، الله يهون، خزن موّن، الله يهون. ينفع غيرنا يعني بلادنا أولى بخيرنا، لو نذكرها أهي تذكرنا، وحنشكرها وحتشكرنا، خزن موّن، خزن موّن، الله يهون، الله يهون. حلكوا يا رجاله. لا على الله. بصحة شيخنا الجديد الشيخ يزيد. الشيخ يزيد. في ايدينا ما تخافش ابدا. أبشروا بحسن العاقبة. قم يا بني
إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. دي فرصتنا الوحيدة، لازم ننجح بأي ثمن. مستعدين؟ وكل على الله. أنا رايح لخالد. خالد. إيه؟ استولينا على السلاح. الحمد لله. ألم أقل لكم إن فرج الله قريب؟ حافظوا على الأسرى. أسلحة معانا مستنيين إيه؟ والمؤن بتنقص. ولكن إيماننا بالله لن ينقص. سنهجم في الوقت المناسب. مش قادر اتصور ازاي يعملوا عملة زي دي. بسيط، يجيب سلاح غير. اوه انت فين؟ مش ممكن سلاح يجي قبل شهرين. دي كارثة كارثة. احنا مركزنا بقى حرج جدا. سيبونا اتصرف. خليك انت هنا وفتح عينيك كويس. ها؟ عايزين نخلص من طارق وزمايله النهارده. فاهمين؟ يلا بينا. Thank you.
الطريق. لا مش انت اللي تموته، دمه مش في رقبتك. يا زيد خد ده يمكن ينفعك. وفي جمالك انا من زمان مستني الساعة دي. من فضلك ما فيش لزوم. انا مش فاهم ازاي تفضلي عليا حيوان بالشكل ده. ده مش حيوان، ده راجل خدمكم كمان بتدافعي عنه كده. ده تمن صداقتي واخلاصي ليك يا كلب. انت مجنون. اوعى تتحرك. قبل ما يفوت الوقت، قبل ما يجي دوركم. لك يا بني فإنك منا ونحن منك، والله ما تمنيت لك هذا المصير. صدق رسول الله، من أعان ظالما سلط عليه. مسكين. مساء الخير. مساء الخير. أنا جاي ومعايا مدام زازة لطلب الأمان لأنها مسافرة بكرة. يمكنها السفر بكل اطمئنان، إحنا ناس مسالمين ما نعتديش على حد بدون سبب. متشكرة، انت راجل كويس. مع السلامة. متشكرين اوي. اتفضل. الجواب ده مهم جدا، ارجوك تسلميه للمدير العام شخصيا. مش احسن تيجي معايا؟ لو كنت طوعت قلبي كان لازم اجي معاكي، لكن الواجب يحتم عليا اني افضل هنا، مهمتي لسه ما انتهتش. أنوار، أنا جاي أنقذكم. أنت اللي أنقذنا؟ حسنا، دي آخر فرصة لكم. إن ما استمعتوش لصوت العقل ورحلتم هتكون نهايتكم. عاوزني أرحل عشان تاخد مركزي؟ المسألة مش مسألة أشخاص، دي مسألة سمعة، مسألة حياة أو موت. أنتم مرمطتوا سمعة المدنية في الوحل ولا يغسلهاش إلا الرجوع إلى العقل. ما تنساش إنك قدام ناس مؤمنين، ناس متحدين أقوياء. أنت جبان وخاين، خاين، خاين. شيلوه ورا. ما
أنا الشرق مهبط الوحي، أنا الشرق أصل الديانات، أنا الشرق منشئ المدنيات والحضارات، أنا معلم البشرية، أنا موسى، أنا عيسى، أنا محمد. الشرق مات. خسئت. الشرق حي وباق على الزمن رغم ما شننتم عليه من حروب شعواء ونفستم في شعوبه من سموم. أنسيتم أنكم سلطتم عليه ماديتكم ومبادئكم المدمرة لتفككوا أوصاله وتضعوا القيود في أرجله؟ لأنكم ضعفاء منحلون. كلا، لسنا بالضعفاء، بل إنا أقوياء، لأن فينا أصالة وفينا إيمان رابض في الأعماق. إنه اليوم في دور التفاعل البطيء الصامت، وغدا يصبح ملحا صاخبا، وسينفض الشرق أغلاله ويسير نحو مقدراته، ويومئذ سترون من آياته عجبا. كلام فارغ. هذا الرصاص هو ما ترهبونه لأنكم ترهبون به الناس. هذه لغة الهمجية. همجية؟ القوة همجية؟ القوة التي سلطتموها على العدالة وجعلتم منها سلاحا لتقويض السلام والمحبة التي دعت إليها كتب السماوية هي الهمجية، القوة التي تنسيكم ما يكمن في الكون من سر الله ولا تقدس إلا المادة هي البربرية. هذه القوة جعلتنا أسيادة، وعلومنا خلقت أعظم مدنية عرفت في التاريخ. أي علم وأي مدنية؟ إنه علم منكر للروحانية، تستعملونه في صنع أدوات التدمير والفناء لا للتعمير والبناء. وما مدنيتكم هذه التي تقوم على نشر البؤس والشقاء والتفرقة بين الشعوب والأجناس؟ تلك المدنية الملحدة التي عذبت المؤمنين ونكلت بالقديسين. إنها لا تعترف بالضمير ولا بالوجدان، وتنسى أن الناس أمام الخالق سواء، وأنه خلقنا وجعلنا شعوبا وقبائل للانتحاره، وان الهنا واحد وابانا واحد، كلنا لادم وادم من تراب. ان اكرمنا عند الله اتقانا. نعم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وارجعوا الى الله مخلصين له الدين حنفاء، واعلموا اننا منه واليه أن بطشه لشديد. أنا قوي، ما خافش طول ما ده في إيدي. بل إنك أضعف من نملة، سترى أنك لا شيء، لا شيء. ماتش، اضرب، اضرب، فلن يصيبني رصاصك. القتل، القتل دائما. ماتش، في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مسكين اتجنن، أظن ما فيش داعي للعناد. يبقى لازم نعترف بالأمر الواقع. دكتور، الحل في ايدك. انا اهنيكم من كل قلبي، انتوا انتصرتم بفضل ايمانكم واتحادكم، وده انتصار للمبادئ الساميه على الماديه العاديه، ولذلك ارجو انكم تسمحوا لنا بالرحيل في امان. والله كنا نود انك تبقى معنا. معلش، هرجع لكم تاني ان شاء الله. اذا في حفظ الله. شكرا قوي، شكرا. الله اكبر، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.